خلال 50 60 سنة، لأن المباراة دي كان عمري وقتها 25 سنة، اللي هي مباراة الأهلي والهلال السوداني. دي كانت البطولة الثانية سنة 87. البطولات دايما بتستدعي زي ما بيقولوا ايه مقاومات خاصة بالنسبة للاعبين. انت النهاردة بتتكلم على مباراة خارج ملعبك، مباراة أشبه بمباراة نهائية، الأخطاء فيها تكاد تكون منعدمة، بمعنى ان احنا بنحذر من الفاولات اللي ملهاش معنى على خط ال 18، بنحذر من فقد الكرة بدون مناسبة، بنحذر من عدم اليقظة، يعني ما تبقاش مصحصح كده، وخاصة في ناحية دفاعية. بنحذر كمان من اقتناص أي فرصة، لأن أي فرصة خارج ملعبك هي تساوي الكثير. استثمار الفرصة خارج ملعبك وتحويلها إلى هدف بيسهل ليك المهمة أما بتلعب في ملعبك. فأنا أعتقد أن كل النصائح دي قالها حسام البدري، بس لو أنا كابتن فرقة طبعا بالتأكيد مش هزود عن نصائحه كتير، إنما هقول حاجة واحدة: مصر بتنتظرنا. جمهور النادي الأهلي العظيم عبر تاريخه مستني الفرحة دي. إمكانياتكم كلاعبين وأعطائكم خلال الفترة اللي فاتت يستدعي تتويج هذا المجهود إلى كأس غالية، وبالتالي أنا واثق إن أولادنا إن شاء الله وصل لهم الرسالة دي، وإن هم يكونوا على قدر المسؤولية. يبقى توفيق الله سبحانه وتعالى والعدالة التحكيمية، وإن شاء الله نهني بعضكم بإذن الله. أنا مش عايز أتوقف عند دول كتير يعني، إنما عايز أتوقف على الإيجابيات وعلى ما يسعد جماهيرنا. لن أتوقف عند المشككين والانتهازيين، إنما عايز أقول إن الرياضة بشكل عام لا نستطيع يعني إن إحنا أو بطولة أو مباراة في كرة القدم إن إحنا نضعها موضع التقييم بالنسبة لأداء مجلس لمدة 4 سنين، لأن هنا في خلط في الأوراق في الحقيقة، وأمر يعني أنا شايفه أصغر بكثير من قيمة النادي الأهلي. النادي الأهلي مؤسسة رياضية ومؤسسة مصرية يعني بالغة الأهمية، فمسألة ربط أداء إدارة بمباراة كرة قدم أو ببطولة أنا شايفه أن ده أمر بيقذب من دور النادي الأهلي. النادي الأهلي دوره أكبر من كده بكتير. النادي الأهلي حريص على البطولات، ده حقيقي، حريص على أنه يكون هو النادي الأكثر حظا للبطولات، وده عبر تاريخه لم يتغير، وده موجود لغاية دلوقتي في الحقيقة. إنما في نفس الوقت النادي الأهلي كمنشأة، أنا بسميه منشأة رياضية اقتصادية وطنية أخلاقية، وبالتالي هناك من الكثير الذي يقدمه النادي الأهلي أيضا بجانب الاحتفاظ بالبطولات. فإحنا مش عايزين نعمل عملية الخلط، إنما عايزين نقول إن النادي الأهلي قدروا أن يقدم دائما لمصر المثل والقدوة في كل شيء، رياضيا وأخلاقيا واجتماعيا، وبالتالي إحنا حريصين كل الحرص على أن يستمر النادي الأهلي بهذا المفهوم، أن يستمر النادي الأهلي بهذا السلوك، أن يستمر النادي الأهلي في كل أنشطته قريبا من أعضائه وليس بعيدا. ده منهج النادي الأهلي اللي تربينا عليه، واللي رؤساءه عبر تاريخه علمونا هذا الأمر. النادي الأهلي شيء كبير جدا وغالي جدا، صحيح البطولات مهمة، ولكن يبقى الأهلي أغلى من كل البطولات. نمط التشجيع اتغير، إنما هي نفس الأصالة كانت موجودة في الجيل بتاعنا، إنما الأسلوب مختلف. يمكن دلوقتي زئير الجماهير بقى أكثر حدة، إنما التشجيع لم يختفي أبدا من ملاعب كرة القدم أو من ملعب مختار التتش في الحقيقة. إنما خليني أقول لك إن المشهد ده في الحقيقة كان من أهم في الحقيقة الأوراق المهمة اللي حفزت ولادنا في تونس، واللي هي ذكرتهم دايما بشيء مهم جدا، إن الجمهور لا يفقد الأمل في البطل، وبالتالي دي كانت عامل مرجح في الحقيقة. حتى ولادنا أما تأخروا بهدف والمهمة أصبحت أكثر تعقيدا، أعتقد إن وقفة جماهير النادي الأهلي في مختار التتش ذكرتهم إن أنتوا قادرين على يعني تغيير النتيجة وصنع المستحيل. المشهد ده أتمنى من ولادنا ألا يغيب عن أذهانهم. في نفس الوقت مش عايز
لحظات التتويج تغيب عن ذهن أولادنا برضو، لأن هيتذكروا هم إمتى تم تكريمهم، إمتى خدوا البطولة دي، إمتى فرحوا جماهيرهم. أعتقد كل المشاهد دي ما بتيجي في ذهن لاعب الكرة وبيتخيلها قدامه، أعتقد إن هو بيطلع كل ما لديه وهو المطلوب. أنا مش طالب من لاعبتنا غير إن كل واحد يطلع كل اللي عنده، وبالتالي هم بهذا الشكل هيكونوا الأكثر قربا للبطولة. هم الذين يستحقوا البطولة، يعني طبقا لأداء الأهلي خلال مشوار أفريقيا هم الأحق، إنما أحق دي بتحتاج جهد مضاعف. فعايز أتكلم، عايز أقول في نصايح كتير جدا، لأن حسام البدري ابن جيلي، يعني احنا كنا زملاء في فرقة واحدة، وبالتالي هو عاصر معانا روح النادي الأهلي من واحنا في الأشبال، مرورا بفترة الشباب ثم الفريق الأول، وبالتالي هو معجون أهلي، يعني حسام البدري معجون أهلي، وبالتالي هو هيوصل كل هذه الرسائل لأولادنا إن شاء الله يكونوا على مستوى المسؤولية، وبإذن الله الأخطاء هتكون قليلة جدا، وهيكونوا أكثر حرصا، وهم تماما يعلموا أن في مباراة تانية إن شاء الله، وبمجموع المباراتين إن شاء الله الأهلي يتوج ويصل إلى النهائي ويحقق بإذن الله حلم المصريين إن شاء الله. مشوار إفريقيا كان في الثمانينات كله تقريبا، من 82 لغاية 90-91، كان في لحظات فرحة كتير جدا ولحظات حزن قليلة طبعا، إنما أنا أتذكر أصعب موقف يعني أنا مريت بيه في إفريقيا، إن كنا بنلعب عشان تكوتوكو سنة 87، وجالنا ضربة جزاء في الدقيقة 45 أو الدقيقة 44، يعني في الوقت يعني الكرة دي تضيع ودي آخر كرة في المباراة، وعشان تكوتوكو طبعا من الفرق التقيلة جدا، وفي ملعبه النتائج غير مضمونة ونتيجة هدف واحد غير مطمئنة، ودي ضربة جزاء وفي لحظات يعني في الدقيقة 45، يعني دي من اللحظات القليلة قوي اللي في الحقيقة يعني حصل لي بعض القلق، وبالتالي كانت ضربة جزاء، كان يعني كنت داخل بمزيدا من التركيز بقى والحرص الشديد جدا، ودي كانت الهدف الثاني، وخسرنا هناك 1-0، فبالتالي أصبح الهدف ده هو كان الهدف المرجح لنتيجة المباراتين، ودي كانت مباراة الوصول للنهائي لمباراة الهلال، دي أعتقد أصعب موقف. أتمنى إن شاء الله أن أولادنا يريحونا في النتيجة دي وما نحتاجش بقى فرق الأهداف أو فرق النتيجتين، وبإذن الله تكون المباراة الأولى مطمئنة ويحققوا بإذن الله طموحات جماهيرنا.